أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل خير. قنديلنا لهذا اليوم الشاعر الفرنسي جاك بريفير. أصغت القرية بأسى لغناء عصفور جريح، أمسى كان هو العصفور الوحيد في القرية، وكان هناك أيضا قط وحيد في القرية، افترس من العصفور نصفه وتوقف العصفور عن الغناء، وتوقف القط عن المواء وعن لعق فمه بدهاء، وأقامت القرية للعصفور العزاء، وكان القط مزعورا مدعوا وصار خلف النعش بخيلاء، أما العصفور المسجى على النعش كانت تحمله فتاة صغيرة حزناء، لم تتوقف أبدا عن العويل والبكاء، قال لها القط: لو كنت أعلم ما يسببه لك هذا من عناء، لأكلت العصفور كله ولم أترك له بقاء، ولقلت لك: رأيته يطير بعيدا في السماء، ويبتعد كثيرا في الفضاء، حيث لا أمل بعودتي ولا رجاء، لكنت أقل حزنا وألما عندها، إذ لا يجب أن نترك الأمور على أنصافها. إنه الشاعر جاك بريفير الذي اشتهر في فرنسا والعالم الفرنكفوني ببساطة كلماته وسلاسة قصائده، مما جعلها تدرس بكثافة في المناهج الدراسية لتلك الدول، كما اشتهر بكتاباته للقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام، وترجمة أعماله إلى عشرات اللغات. حظي الشاعر الفرنسي جاك بريفير الذي ولد عام 1900 وتوفي عام 1977 بشهرة واسعة لدى القراء العرب وحتى بين الأوساط الشعرية وبين الشعراء والنقاد، فبساطته في عدم تعقيد شكل النص ولغته جعل له قاعدة جماهيرية واسعة ليس فقط في فرنسا وإنما في العالم كله، وقاد ذلك عددا من المترجمين إلى نقل مجاميعه الشعرية ومختارات شعرية منها إلى القارئ خارج فرنسا وإلى القارئ العربي، الذي استوعب تجربة بريفير النابعة من الحياة وتفاصيلها، فلغته السهلة جعلته من القلائل الذين تجاوزوا حدود القراء أو القراء، مخترقين قلب الشعب على حد تعبير الناقد الفرنسي غايتان بيكون، صاحب الدراسة النقدية الشهيرة عن الشعر والتي ضمنها كتابه الأدب الفرنسي الجديد. أو كما يقول أحد النقاد: لغته شبيهة بما يتكلم به المرء وهو سائر. تابع بريفير إصدار مجاميعه الشعرية، فقد تبع عمله الشعري الأول مجموعته مشهد عام 1951 ومجموعة رقصة الربيع الكبرى ومجموعتيه أضواء الإنسان والمطر والصحو عام 1955، وصولا إلى مجموعته الأخيرة أشياء أخرى عام 1972. اكتسب مؤهلاته وخبراته كرجل عصامي من المطالعة على كتب الآداب العالمية منها العربية، وكان شغوفا بكتاب ألف ليلة وليلة. عمل بريفير الذي لم ينل حظا من التعليم في السوق قبل التحاقه بالخدمة العسكرية وهو في العشرين من عمره، بعدها قرر أن يجد مهنة له، وعن ذلك يقول: قررت أن تكون مهنتي هي الكتابة للسينما، إنها تريحني وأحبها، وهكذا صارت الكتابة مهنتي. وفي مجال السينما كتب بريفير فيلم جريمة سيد لانج وفيلم فاجعة غريبة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام التي جعلته وفقا للشهادات النقاد إنه من أروع كتاب السينما الكلاسيكية الفرنسية. صدرت مجموعة جاك بريفير الشعرية الأولى كلمات عام 1946 ولاقت نجاحا مذهلا، وصارت أعظم كتاب شعر جماهيري في فرنسا، وتحولت أكثر من قصائده إلى أغنيات، حيث
بيعت منها أكثر من 1,000,000 نسخة حتى منتصف الستينات، بينما لم يكن يتمكن أي شاعر حينذاك من بيع 3,000 نسخة، وهو يأتي بعد شاعر فرنسا الأكبر فيكتور هيغو من حيث الأهمية والانتشار، فقد كانت ولادته تؤرخ لميلاد عصر جديد هو 1900. لم ينتبه كثيرا إلى المدرسة حيث غادر مقاعدها وهو في 15، وراح ينخرط في أعمال متنوعة من أجل ضمان لقمة العيش. ولد هذا الشاعر المتواضع في أرقى ضواحي باريس نوي سيرسن، حيث إطلالة نهر سين الذي غذى خياله الشعري وأطلقه في عباب البحر، ثم التحق بالخدمة العسكرية في منطقة لوزان الفرنسية. في عام 1925 التحق بالسرياليين وتعرف إلى شخصيتين كبيرتين هما أندريه بريتون ولوي أراغون أو لويس أراغون، ونتيجة لأفكاره المتمردة حتى على السرياليين قام بريتون بطرده من مجموعته عام 1930، مما حدا بالشاعر أن يوجه له نقدا لاذعا تحت عنوان موت الجنتلمان. لكن علاقته بالسريالية لم تنتهي بهذا الطرد، بل ظل وفيا لتقاليدها في مخيلته الشعرية الجامحة. لم ينتمي إلى أي حزب، لكنه التزم بقضايا الناس وتطلعاتهم إلى الإخاء والسلام بعد حربين مدمرتين. يقول: باربارا، أية بلاهة هي الحرب؟ ما الذي حل بك تحت مطر الحديد والنار والدم؟ وذاك الذي كان يطوقك بذراعيه مشغوفا، أميت هو الآن؟ مختف أم لا يزال حيا؟ آه باربارا. كان الشغل بريفر الشاغل هو الهم الإنساني، فتراه يتأمل بعمق بالكثير من صور الحياة، دم المنتحرين والمرميين بالرصاص والذين يموتون بحادث عابر، صراخ أم في الولادة وبكاء وليد، الغسيل بيد فتاة، غطة تطل على الشرفة في حي فقير، ريش السنونوات المهاجرة، حيرة بائعة الأزهار وهي تفكر بأولادها المرضى في المستشفى، وصوت المطر الحزين على نافذة عجوز تركها أولادها على حين غرة. خصوصية الاشتغال الشعري لدى بريفر البساطة والعفوية واليومية والمفارقة هي أبرز سمات اشتغال جاك بريفر الشعري. البساطة في التركيب الشعري والتعابير المستخدمة، إذ ينتقي أغلب مفرداته من الشارع الفرنسي ويدرج إلى استعمال ألفاظ شعبية محلية غير مطروقة، ويوظفها في النص توظيفا ذكيا غير مبتذلا. واستخدام اللغة المحلية في شعر بريفير له خصوصية التعبير عن الهم الفردي للإنسان، مستغلا التراكمات الاجتماعية وإيقاع الحياة ولغتها المشاعة التي يحولها بريفير إلى نصه بفن متفرد له أدواته وتقنياته الأسلوبية التي لا يستخدم بها المصطلح الغريب والشاذ بقدر المشاع اليومي بصياغات متنوعة حسب التركيب الذي يصممه في بناء القصيدة البريفيرية. إن صحت التسمية طبعا، هو يخاطب الجميع بلغتهم وبالجمل التي يستعملوها في حياتهم الاعتيادية، وقد فاتت هذه الأسلوب ببريفير في تقريبه من فئات كبيرة من الشعب الفرنسي، ولم يكن حضورا مقتصرا فقط على الطبقة الثقافية، فكثيرا ما تصفو الدراسات هناك بالشعر الشعبي. شيئان أحدهما القمر، قصيدته بعنوان شيئان أحدهما القمر، والآخر الشمس لا يراها العمال والفقراء، فشمسهم هي العطش الغبار، العرق القطران،
وحين يعملون في عز الشمس يحجب العمل عنهم الشمس، شمسهم هي ضربة الشمس، وضوء القمر هو النزلة الرؤوية لشغيلة الليل، هو الصيدلية والملل. أما عفوية شعر بريفل فتكمن في إحساسي الخاص أن العفوية في كتابة النص الشعري هي أهم صفات ومقومات الشعر الصادق بحسب تعبيره، فهو يعتبر أن العفوية هي السمة الأبرز في الشعر. وكان ينتقد بعض مجايليه ممن يؤمنون بضرورة إجراء تعديلات على النص الشعري بعد كتابته بفترة طويلة، إذ يرى أن هذه الممارسة تقتص من عفوية اللحظة الشعرية وخصوصيتها في تلك الفترة وحالة الشاعر النفسية أثناء كتابة النص الأول. مرة غير أن عفوية بريفر عفوية مدروسة ومحسوبة بدقة عالية تصب في مصلحة النص، وليست عفوية مفرطة انفلاتية تأخذ النص لمتاهات اغترابية تنهيه بغير ما ابتدأ به. عفوية نظامية ومدروسة تبدأ في جزئيات النص الأولية إن اقتطعناها وتتطور في السياق العام الشعري. ويستقي بريفر عفويته من استغلال الموروث الهائل للحياة الفرنسية المضطربة آنذاك، فتراه يجتهد في اختيار موضوعه بسيطة ويفجر حولها اللغة مستفيدا من التلاعب بالحرف والجمل أو بعض خصائص الجناس في اللغة الفرنسية، محاولا تحقيق عنصر الصدمة والغرابة بأكثر الصور عفوية وبساطة. ونحن سميناها فيما بعد بقصيدة الومضة. ومن الجدير بالملاحظة أن بريفر مارس الفن السينمائي حتى أواخر حياته كمؤلف وكاتب حوار ومساعد مخرج، وقدم عددا من الأفلام الناجحة بالإضافة إلى الكتابة المسرحية التي مارسها منذ مطلع الثلاثينيات. ألف خلالها مسرحيات جابت مسارح فرنسا وبعض المسارح الأوروبية، وقد تركت الممارسة الكتابية في المسرح والسينما أثرا في تقنيات السرد الشعري عنده. هذا إلى جانب العمل الإخراجي كمساعد مخرج، استفاد خلالها من تقنيات السينما والمسرح الكثير ووظفها بحرفنا داخل النص كالصور الفجائية السريعة في قصائده، والمشابهة لحالة الصور الفلاشية السينمائية أو خاصية العرض الصوري التدريجي والحوار وتقنياته المختلفة بالنسبة للمسرح. يغلف هذا كله الأداء الناقد الساخر المحتج دائما والبسيط غير المصطنع، وإعادة النظر للحياة وتشكيلها من جديد بوجهة نظره الشاهدة على الأحداث اليومية. مواضيع بريفر مرتبطة بخيط رفيع بأفكار وقضايا عميقة وملتبسة وخطيرة، إذ يستلم من موضوعاته يوميات إشكالات يربطه بفكر أو اعتقاد ونسق خاص، نسق اجتماعي سائد، وقد يستخدم نوعا من السرد الحكواتي في نصوصه فيما أسميه قصة شعرية. لها بالطبع خصوصية الشعر الفرنسي والأجواء الكتابية السائدة آنذاك، والتي ربما كانت تتقبل محاولاته في هذا الإطار. يظل بريفر روح الطفل المحتجة على قبح الحياة وتناقضاتها المرة، يظل الساخر أبدا من الطغاة والعتاة والمردة عبر التاريخ، المنتصر للعمال والفقراء المعدمين على وجه الأرض، حاملا روح الشعر العظيمة والفن المتفرد الخاص، صادما الإنسان بمسلماته وثوابته، مهزهزا الأرض تحت قدميه ومفجرا قناعته وممزقا ولأقنعته الخادعة. يقول: أرسم أولا قفصا بباب مفتوح، ثم أرسم شيئا جميلا، شيئا بسيطا، شيئا حسنا، شيئا مفيدا من أجل الطائر
ثم أسند اللوحة إلى الشجرة في حديقة في بستان في غابة، وأختبئ خلف الشجرة دون أن تنبس ببنتي شفة، دون أن تتحرك. أحيانا يأتي الطائر بسرعة، لكن يمكن أن تمر السنوات طوال دون أن يجي. لا تيأس، انتظر انتظر. إذا لزم الأمر عدة سنوات، فإن سرعة مجيء الطائر أو بطئه لا علاقة لهما بنجاح اللوحة. عندما يأتي الطائر، إذا أتى راقب بصمت عميق للغاية وانتظر دخوله في القفص، وعندما يدخل أغلق الباب خلفه بهدوء، ثم امسح واحدا واحدا من أعمدة القفص مراعيا ألا تمس أي ريشة في الطائر. ارسم بعد ذلك صورة الشجرة مختارا أجمل أغصانها من أجل الطائر. ارسم أيضا خضرة الأوراق وطزاجة الريح وأشعة الشمس ودبيب هوام العشب في حرارة الصيف، ثم انتظر كي يغني الطائر. إذا لم يغني فتلك علامة سيئة، علامة على أن اللوحة رديئة. لكن إذا غنى فتلك علامة طيبة، علامة على أنه بإمكانك أن توقع بإمضائك. عندئذ انزع بكل هدوء إحدى ريشات الطائر واكتب بها اسمك في ركن اللوحة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا أكون قد وصلت لنهاية الحلقة. أترككم بأمان الله، وإلى حلقة أخرى من برامجنا قناديل على قناة رجابة. إلى اللقاء.